السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل مشكلة برنامج ايتونز ايرور، راح يعطيك 304 وايضا ايرور مثل ما تشوفون 3194، هذا ايرور لما تسوي ابديت او استعادة او فورمات للايفون، راح يعطيك لتثبيت تحديث جديد راح يعطيك هذا ايرور على الايتونز 3194 وايضا 3004. هذا الخطأين اذا ظهر لك حل هذا المشكلة جدا بسيط. اوكي، الحل جدا بسيط، كل ما عليك انك تغلق هذا النافذة، عفوا كل ما عليك انك تغلق، اضغط على اوكي. اوكي، الحين كل ما عليك انك تغلق ايتونز، تروح تحمل برنامج 3 ايتونز من الرابط في الديسكريبشن. هذا البرنامج راح يصلح المشكلة. بعد ما تثبت البرنامج من الرابط في الديسكريبشن، افتح البرنامج الحين بيعطيك بهذا الشكل. اوكي، كل ما عليك انك تروح تضغط على هذا الخيار. اوكي، هني لازم تحمل التحديث او تضغط، بتحصل كلمة استيراد هني. اوكي، تضغط عليها وتحدد ملف، اذا كنت محمل ملف التحديث على سطح المكتب تضغط على استيراد، هنا بتحصل زر استيراد، تضغط عليها وتحدد الملف. بعد ما تحدد الملف مثل ما تشوفون انا محدد من اول، هني تختار لا لو تختار هذا بيظهر بنفس بيظهر مشاكل، ايضا لو تظهر تختار هذا بيظهر مشاكل، ولكن هذا هو الحل. راح يحصل هذا الخيار راح يسوي لك فلاش وراح يصلح جميع المشاكل وراح يثبت التحديث بدون اخطاء او مشاكل. تحدد هذا الخيار وتضغط على برمج، وهنا تحدد فوكس يعني اصلاح مثل ما تشوفون، واضغط على برمج. اوكي، مباشره انتظر ثواني لين ما يثبت التحديث مباشره في الايفون، راح تنحل مشكله الايرور، هذا الخطا اللي ايرور، وايضا الخطأ الثاني اللي راويتكم. وبس، هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر الجرس. بس، مع السلامة.